السلام عليكم، فاطمة البارودي، قنصل عام للمملكة بمدينة ليون. اليوم عندنا عظيم الشرف أننا نستقبل الأئمة اللي جاو تيشرفوا البلاد أولا، وثانيا باش يعطيو الوعد والإرشاد لإخوانهم المغاربة في هذه المنطقة اللي هي أوفيرن غونالب. احنا بلد تنعتمد دائما على الوسطية، عندنا أمير المؤمنين وحنا تنمشيو تحت القيادة ديالو، وهذا الشعار ديال الوسطية والاعتدال دائما تنمشيو عليه في الخارج. وجود هذه الأئمة سيكون حافزا ومنيرا لطريق ديال الناس المتواجدين في الخارج واللي هم متعطشين أنه يحيوا شهر رمضان الكريم في جو إسلامي ديني مغربي محض. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فأولا وقبل كل شيء أسأل الله سبحانه وتعالى العلي الكريم العظيم الذي جمعنا وأكرمنا بالمجيء لهذا المكان، نسأل الله سبحانه عز وجل أن ينورنا وأن يسر لنا أمورنا. فأولا نشكر الإخوة الأجلاء الفضلاء الأعضاء الرؤساء الجمعيات، فنشكرهم على حسن استقبالهم وعلى حسن الترحاب، والحمد لله والله سبحانه عز وجل وفقنا وأرشدنا لهذا الخير ولهذا الفضل، نشارك إخوتنا في هذا الشهر المبارك العظيم، وهذا في إطار البعثة العلمية التي تأتي من المملكة المغربية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أستاذة كريمة ديغوردي، مرشدة دينية، أنا كنمثل البعثة المغربية لتأطير الجالية المغربية بديار المهجر، وهذا شرف عظيم اللي شرفنا به سيدنا أدام له النصر والتمكين، والمجهود اللي كيبذل والرعاية السامية ديالو للجالية ديالو والشعب المغربي بالديار بديار المهجر، واللي سيدنا كيتمنى أنهم يحسوا في هذا الشهر الكريم أنهم مع الأئمة ديالهم في المساجد ديالهم، ويشعروا بهذه التقاليد المغربية ديالنا العريقة اللي كنقوموا بها في شهر رمضان الكريم.